مفاجأة كبيرة وممكن تكون صادمة للبعض عن التصميم القادم لهاتف الجنرال S25 Ultra، حركة غير متوقعة من سامسونج الصراحة. ويانا أيضا معلومات عن هاتف الفولد 6 Ultra واللي تخلينا تقريبا نقول إنه هذا بالضبط هو اللي كان لازم يصير على هاتف الفولد 6. هذه هي الأمور اللي يحتاجها المستخدم. خليكم ويانا للتفاصيل. أنا أحمد العلي وهذه هي النشرة التقنية. السلام عليكم ورحمة الله وتحية طيبة لكم أحبابي المتابعين الكرام. إذن فويانا اليوم أخبار جديدة عن شكل هاتف الـ S25 Ultra، وخلوني أقول هنا إنه الشكل حيكون مختلف عن اللي اعتادينا نشوفه بالسنوات السابقة الآن. وعلى مدى السنوات الماضية فسامسونج كانت تمهد للبوكسي ديزاين، الشكل المربع أو المستطيل لهاتفهم الفلاكشيب الجنرال الألترا من سلسلة الأس، ووصل إلى أعلى المراحل مع الحواف الحادة بهاتفهم الأخير الـ S24 Ultra، حواف حادة وشاشة فلات، واللي قدم تحفة رهيبة من بين كل الهواتف. ولكن الظاهر الآن أنه الشركة ممكن تأخذ منحة آخر مختلف على الـ S25 Ultra، حيث وطبقا لآس يونيفيرس فالهاتف الفلاكشيب القادم راح يجي مع حواف دائرية. وإذا تسألون إلى أي درجة حتكون الحواف دائرية، فآيس جاوب على هذا السؤال وذكر أنه حيكون تماماً مثل شكل هاتف النوت 7 السابق من سنة 2016. وإذا تسألون أيضاً عن مصير الشاشة الفلات، فنعم الهاتف يستمر يجي مع الشاشة الفلات وليس الكيرف ديسبلي. وممكن البعض يتخوف على مصير قلم الأس بن، ولكن لا تقلقون، فالقلم يستمر يجي بكل تأكيد على الهاتف وبشكل مدمج، ومستحيل حالياً سامي تفكر تتخلى عنه. المهم الآن لو تكلمنا عن الديزاين، فالحقيقة أنه أفضلية التصميم تختلف من شخص لآخر. بالوقت اللي قسم من المستخدمين يحبون الحواف الحادة، نشوف أنه القسم الآخر يفضلون الدائرية، فمن غير الممكن إرضاء الجميع بنفس الوقت. أنا شخصياً أفضل الحواف الحادة، وأشوف أنه هاتف الـ S24 Ultra صاحب أفضل ديزاين للهواتف لحد الآن. وبنفس الوقت أعرف أنه البعض يتضايق ويتأذى من الحواف الحادة، خصوصا إذا لزم الهاتف لفترة طويلة براحة اليد. فشنو آراءكم يا شباب؟ خلوني أعرف شنو اللي تفضلوه أكثر، الحواف الحادة من البوكسي ديزاين اللي حاليا موجودة على الـ S24 Ultra، أو تفضلون الحواف الدائرية؟ أحب أعرف وجهة نظركم بالموضوع. على أي حال نستمر بالأخبار الجديدة عن الجنرال، وهذه المرة آيس يونيفيرس كشف أنه هاتف الـ S25 Ultra حيكون أنحف هاتف S Ultra بالسنوات الأخيرة، ويجي مع 8.4 ملم سمك الهاتف مقارنة مع 8.6 ملم سمك هاتف الـ S24 Ultra. however لازم تعرفون أنه بالحقيقة أنحف هاتف Ultra قدمته الشركة لحد الآن هو النوت 20 Ultra واللي سمكه 8.1 ملم. وآيس بنفس الوقت ذكر أنه على الرغم من نحافة الهاتف القادم، فسامسونج ما راح تقلل أو تتلاعب بجودة الكاميرات، وإنما حتكون أفضل حتى من الجيل الحالي. أيضا سمعنا مؤخرا خبر تخلي سامي عن معالجات الإكسينوس على هواتف الـ S25 بسبب مشاكل متعلقة بتصنيع معالجات الإكسينوس 2500 بتقنية الـ 3 نانومتر. واليوم ما زالت الأخبار تأكد أنه هواتف الـ S25 والـ S25 Plus قادمة مع معالجات الميديا تيك، بينما هاتف الألترا يجي حصرياً مع معالج لسناب دراجون 8 جن 4. وهذه التسريبات المتعلقة بالمعالجات وصلتنا من مصادر بكوريا الجنوبية، ولكن غير معتمدة بشكل كبير، لذلك ننتظر تأكيدات أكثر من المصادر الموثوقة بالأيام القادمة إن شاء الله. الإشاعات تبين أنه هذا الشيء حيصير أيضاً بسبب زيادة أسعار معالجات لسناب دراجون القادمة بنسبة 20 إلى 30%، فاستخدام معالجات الميديا تيك ممكن يساعد سامسونج بتقليل أو المحافظة على أسعار هواتفها. وطبعا موضوع استعمال معالجات ميديا تيك حينطبق أيضا على لوحيات التاب S10، حيث التاب S10 والتاب S10 بلس يجي مع معالج الدايمن سيتي 9300 بلس، بينما التاب S10 Ultra يجي مع السناب دراجون 8 جن 4. حنستمر بمتابعة الأخبار عن هذه المواضيع وتأكيدها أو نفيها بالأيام القادمة، فخليكم دائما ويانا. إذن أكيد سمعتوا سابقاً بتقاريرنا التقنية عن هاتف الـ Z Fold 6 الغامض، واللي حيكون اسمه نسخة الـ Ultra أو الـ Slim أو whatever، واللي حيكون بريميوم أكثر مع مواصفات واعدة. فاليوم ويانا معلومات جديدة عنه، والظاهر من معلومات اليوم فالفولد 6 Ultra حيكون هو الهاتف اللي كان يفترض أن يجي بدل هاتف الفولد 6، لأنه وبمعنى الكلمة هي هذه المواصفات اللي نريدها على هاتف الفولد ومن سنوات الآن. وحسب المعلومات
فالشركة عقدت العزم على إطلاق نسخة عالية المواصفات من هاتف Z Fold هذه السنة، ولكن المشكلة هي محدودية الإطلاق، يعني حيكون إطلاق الهاتف بكوريا الجنوبية والصين فقط. فاليوم وكالة أنباء كوريا الجنوبية The Elec أكدت على المواصفات العالية لهذا الهاتف وإنه حيكون أنحف ومع شاشات أكبر من الفولد المعتاد. تصوروا وياي إنه حجم شاشة الكفر سكرين الشاشة الخارجية 6.5 إنج والشاشة الداخلية 8 إنج، وهذه المواصفات حتخلي أفضل بهواية من هاتف الفولد 6 العادي، خصوصا بموضوع أبعاد الشاشة الأمامية اللي تجي مع 6.3 إنج على Z Fold 6. وطبعا سامي أولريدي نحفت الفولد 6، لكن مع الفولد 6 سليم أو أولترا حيكون بالفعل قادم بمستوى جديد كليا، ولكن إجا هذا التنحيف على حساب شيء آخر مع الأسف. من أجل تحقيق هذا الشيء والوصول لهذه الدرجة من النحافة، فالشركة حتضحي بشيء جدا مهم من الهاتف واللي هو دعم القلم. فإذا كنتم تحبون استخدام قلم الاس بن فأكيد هذه النسخة من الهاتف مو لكم. هذا الهاتف ما راح يدعم استخدام القلم على شاشته بأي شكل من الأشكال، وتستمر الإثارة أكثر مع هاتف الفولد 6 سليم بالمعلومة القادمة واللي تقول إنه الهاتف راح يقفز بالمواصفات مقارنة مع الفولد 6 العادي. إلى الآن ما نعرف بالضبط المواصفات، ولكن بعضها يقول إنه مثلاً الكاميرات حتكون أفضل بهواية، وممكن حتى أن تكون نفس منظومة كاميرات الأس أولترا واللي هو شيء جداً حماسي وكبير إذا صح. وبسبب كل هذه المواصفات الخارقة على الهاتف فأكيد راح يشهد قفزة أيضاً بسعره. وبالنسبة لوقت الإعلان والإطلاق لهذا الهاتف فأكيد اقترب أكثر وأكثر، وأكيد بالأيام القادمة راح نعرف المزيد عنه. متوقع إطلاق الهاتف بالربع الرابع من سنة 2024، ولكن مثل ما ذكرت الإطلاق فقط بكوريا الجنوبية والصين حسب المعلومات اللي ويانا. مع ذلك أحب أسمع آراءكم وإجابة على السؤال التالي: فرضيا لو كان الخيار متوفر أمامكم لشراء واحد من هذه الهواتف، أقصد الفولد 6 والفولد 6 سليم، شنو راح تختارون؟ هل تختارون نسخة السليم اللي تيجي مع شاشات أكبر وجهاز أنحف ومواصفات أعلى، أم تبقون تفضلون النسخة الستاندرد الفولد 6 العادي بسبب دعم للقلم؟ خلوني أعرف آراءكم بالتعليقات. وخلص هذا كان كل شيء ويانا لهذا اليوم. إذا تحبون معرفة المزيد من آخر الأخبار والمعلومات ومتابعة كل شيء جديد بعالم التقنية أول بأول، تأكدوا من متابعتنا على اليوتيوب وبقية المنصات. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون تتركون بصمتكم بلايك عملاق، وفعلوا كذلك زر الاشتراك. كان وياكم أخوكم أحمد العلي، شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي إن شاء الله بالفيديوهات القادمة. في أمان الله.